وتنضم إلينا من تركيا الأستاذة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بك. من هي الجهة المسؤولة عن أكبر عدد من الضحايا؟ وكيف يمكن لهذه التوثيقات أن تحد من سقوط المزيد من الضحايا؟ تفضل. بداية أهلا بكم. بما يخص عام 2021، الحصيلة كانت كما ذكر تقريركم هي 1271 مدني قتلوا، بينهم 299 طفل و134 سيدة. النظام السوري كان مسؤول عن 261 مدني بينهم، بينما قتلت القوات الروسية قرابة 65 مدني. قوات سوريا الديمقراطية كان إنها كمان حصة كبيرة من الضحايا المدنيين خلال عام 2021، حيث تمكنا من توثيق مقتل 75 ضحية مدني على يد هذه القوات. الحصيلة كمان كبيرة كانت على يد الجهات الأخرى، حيث تمكنا من توثيق 820 ضحية مدني خلال هذا العام. الحصيلة الأكبر من هذول الضحايا كان محافظة إدلب، بحوالي 20% من حصيلة الضحايا الإجمالية، تليها محافظة حلب. بشكل عام الحصائل الأكبر كأطراف فاعلة كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، يعني في عندنا كان توثيق 19 مجزرة، 9 منهم كانوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، بالإضافة إلى مقتل 7 من كوادر طبية خلال هذا العام، 3 من كوادر الدفاع المدني، هذول جميع كانوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، ومقتل أحد الكوادر الإعلامية على يد قوات روسية خلال هذا العام. أستاذة سمية، كيف يمكن العمل على محاسبة المتورطين في جرائم القتل في سوريا؟ هلا للاسف نحن عندنا كان عندنا تعويل عن يتم تحويل القضيه بسوريا للمحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن بفضل او بجهود الروس والصين لم يتم هذا الامر، وفشل مجلس الامن ايضا بتأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا. لذلك نحن حاليا نعول على مبدأ الولاية القضائية العالمية ونعمل عليه ونحاول رغم انه محدوديته، ولكن هو بقوله حاليا هو المنفذ الوحيد والطريقة الوحيدة لمحاسبة المجرمين والحفاظ على حقوق الضحايا. الأستاذة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من تركيا، شكرا لك.